السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بحضراتكم في سلسلة حلقات المعجم القانوني العملي، معجم المعاني والأعمال والإجراءات القانونية العملية للسادة القانونيين. القانون لفظة مركزية تعبر عن هذا العلم الاجتماعي الأصيل، ألا وهو علم القانون. القانون مفردة قيل أصلها يوناني من قولهم كانون، وقيل إن أصلها عربي، وإلى هذا أميل لأدلة وبراهين. من ذلك أن قانون وزنها عربي بوزن فاعول، وهو وزن عربي أصيل. ثم إن مادة قاف نون نون قننا هذا الجذر اللغوي له أصل في العربية، فهناك القنن، قنن الجبال أي الشيء السامي والأعلى من سفح الجبال، وهناك القن، وهناك القنينة، ومفردات أخرى ذات أصل ثلاثي تدل على التنظيم وعلى القيد وعلى السمو، وكلها معان تقارب لفظة القانون اصطلاحا. القانون في معناه الواسع هو نظام من القواعد العامة المجردة التي غايتها تنظيم سلوك الأفراد في المجتمع. القانون في معناه الضيق هو مجموعة القواعد العامة المجردة التي تقوم عليها سلطة مختصة ويقوم على تنفيذها والإلزام بها سلطة مختصة بهدف تنظيم سلوكيات وحقوق الأفراد في المجتمع.